تكلمنا في القسم السابق عن أهمية المثال الأعلى أو القدوة الحسنة، وكذلك تكلمنا عن أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين. أروي لكم اليوم قصص نجاح لأناس عرب أو من أصول عربية، ولي في هذا الموضوع هدفان. الهدف الأول إعطاء أمثلة حول تجارب وخبرات ساعدت بعض الناس على تلمس درب النجاح. أفكار هؤلاء الناس وآراؤهم وتجاربهم بالطبع ليست منزلة، ولكنها تشكل إطاراً جيداً للتفكير ومثالاً يمكننا أن نحتذي به. كل هذا ضمن الخطوة السادسة من خطوات النجاح. الهدف الثاني هو التأكيد على أننا كعرب لدينا الكثير من قصص النجاح التي يمكننا استخدامها. لا ينفي هذا الموضوع أن نكتسب من تجارب الناس شرقاً وغرباً، ولكن أن تصبح قدواتنا كلها قدوات من الغرب فهذا من التبعية غير المحمودة. هذه الشخصيات ليست بالضرورة أفضل الشخصيات العربية أو أكثرها نجاحاً أو مالاً، ولكنها شخصيات طبعت بصماتها في التاريخ. قد تكون هذه البصمات أحياناً بصمات صغيرة، ولكنها تشكل دليلاً يمكن الاقتداء به. سأبدأ بشخصية معروفة في عالم الهندسة المعمارية وهي زها حديد. تقول زها حديد: أنا بطبعي شخصية قوية وأتمتع بإرادة قوية لا تضاهيها إلا قوة طموحي. لا أنكر أنه مرت علي لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، لكنها لم تدم طويلاً، والفضل يعود إلى طبعي المتفائل وإحساسي بأني سأخرج بطريقة ما. علمتني التجارب أنه علينا تغيير أسلوب تفكيرنا بين الحين والآخر لتناسب اللحظة التي نعيشها. نعم، لقد حققت النجاح اليوم، ولكن الطريق لم يكن سهلاً أو مفروشاً بالورود، بل كان نتاج كفاح طويل جداً. في بداية عملي كنت مدمنة عمل، وكنت أعمل في المكتب لساعات طويلة، بل كنت أحياناً أشرك الليل بالنهار، وهذه المثابرة والإرادة كانت تحتاج إلى الكثير من الطموح والتركيز. نتعلم من زها حديد أن النجاح ليس فلتة حظ، بل هو نتيجة كفاح وعمل دؤوب يؤدي إلى النجاح بإذن الله تعالى. مثال آخر: محمد علي رشوان، بطل مصري في لعبة الجيدو، يعتبر واحداً من أبرز الرياضيين العرب. حصل على العديد من الميداليات العالمية، منحته اليونسكو جائزة اللعب النظيف عام 1985، وفاز بجائزة أحسن خلق رياضي في العالم من اللجنة الأولمبية الدولية. جرت معه حادثة غريبة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وصل إلى النهائي وكان خصمه مصاباً في رجله اليمنى. يقول رشوان: مدربي كان يابانياً وخاصبني أن ياماشيتا خصمه مصاب، ويمكن لي أن أفعل به ما أريد، ومن حقي قانوناً أن أفعل ما أريد وأوجه الضرب إلى رجله المصابة. أجبته أنني لن أقدر أن ألعب على رجله المصابة، وحاولت أن ألعب على الرجل السليمة اليسرى لياماشيتا، رغم أني ألعب على الرجل اليمنى بشكل قوي. فضلت أن لا أستغل إصابته ليتحقق لي النصر. خسر رشوان الميدالية الذهبية، ولكنه عندما كان يتسلم الميدالية الذهبية يقول: رفع ياماشيتا يدي كأنني أنا المنتصر. تعلمت منذ زمان، وهذا للأسف غير موجود، أن الرياضة أخلاق. يجب أن تكون المنافسة شريفة، وأن يكسب المرء بشرف وبعرق جبينه وليس بالغش والخداع. نتعلم من محمد علي رشوان أن النجاح الذي يأتي عبر استغلال ضعف الآخرين هو ليس نجاحاً حقيقياً. النجاح الحقيقي هو ذلك الذي يأسر القلوب وإن كان لا يملأ الجيوب. مثال آخر: إذا ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، لا ريب أن تكون قد سمعت بسلسلة مطاعم البيك. يقول السيد رامي أبو غزالة، أحد مؤسسي وأصحاب هذه المطاعم، في ندوة في الغرفة التجارية بمدينة جدة: بالنسبة لي كان لابد أن أعمل بنفسي. خلعت الثوب ولبست زي المطاعم، وجلست فترة طويلة في المطاعم على ركبي، نظفت الحمامات، مسكت المكنسة وتعلمت كيف أكنس، أمسح الغبار، تعلمت خدمة الزبائن والكاشير. فهذه شغلة ضرورية جداً لأي شاب يبدأ عمله الجديد. هل أنت مستعد للعمل كما عمل السيد رامي أبو غزالة؟ النجاح في هذه القصة أتى عبر الاستعداد للتضحية وللعمل في أعمال قد يرى البعض أنها لا تتناسب مع دراسته الجامعية. مثال آخر: أحمد زويل، نشأ في أسرة متدينة في ظل قيم وأخلاقيات طبعت حياته. تعرض للكثير من التحامل ومحاولات التثبيت،
غير أنه كما يقول: قررت أن أتخطى كل الحواجز والعقبات التي تقف في طريقي وتحد من انطلاقي لتحقيق أهدافي، وأخذت أثقف نفسي بنفسي. قررت أن أحضر دروسا في الفيزياء والكيمياء كمستمع، ترددت على مكتبة الجامعة، قرأت كثيرا من المراجع العلمية في هذه المجالات. كل ما سمعته من البعض من تحامل لم يقلل من عزيمتي، لم يصبني بالإحباط، بل على العكس شد من إزري وأمدني بطاقة هائلة. وكنت أقول في نفسي: سوف ترى في يوم من الأيام ماذا أنا فاعل. وقد تحقق ذلك بالفعل. أحمد زويل حاز على جائزة نوبل في الكيمياء. تعلمت منه أهمية وضع الهدف والسعي الجاد له والعمل ضمن قيم وأخلاقيات، وعدم الرضوخ لمحاولات التثبيط وقتل العزيمة. ضع أهدافا كما تكلمنا سابقا واسعى إليها وتوكل على الله. كارلوس غوسون يدير 3 من أهم الشركات في العالم لصناعة السيارات: الشركة اليابانية نيسان، الشركة الفرنسية رينو، والشركة الروسية أوتوفاس. يقول كارلوس غوسون في إحدى المقابلات: لقد كان والدي صارمين فيما يتعلق بتربيتنا وتعليمنا، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤوليات ذاكرة، وهما من زرعا فينا القيم العائلية اللبنانية الأصيلة التي تقدس العائلة وتضعها في المرتبة الأولى قبل أي شيء آخر. وقد أخذت عنهما تكريس الوقت اللازم لتربية أولادي والسهر على تعليمهم ومشاركتهم همومهم وآمالهم وأحلامهم. تعلمت أن أجتهد لأجد وقتا لعائلتي، لا أن أنتظر أن يتوافر وقت لها، وأحرص على أن أعير أولادي كل انتباهي عندما أكون معهم، فلا أقرأ جريدة ولا أجلس إلى الكمبيوتر ولا أرد على بريدي، بل أتفرغ كليا لمجالستهم والاستماع إليهم. يكمل كارلوس غوسون شارحا فلسفته للنجاح: أيا كنت ومهما فعلت، افعله من صميم قلبك، صب ذاتك فيه، ابذل كل جهد في سبيله، خصص له كل الوقت اللازم وستنجح. تعلمت من كارلوس غوسون أن أحب ما أفعل، أن أبذل جهدي وكل طاقتي فيما أقوم به، ولكن أسعى ضمن الإمكان أن أجعل حياتي متوازنة لا تضغي نجاحاتي عن الالتزاق بجذوري وقيمي. سليمان الراجحي مثال آخر من السعودية، بدأ حياته حمال أمتعة وأصبحت شركاته إمبراطورية اقتصادية. يقول عن نفسه: بتوفيق من الله كان لدي برنامج عمل لا أحيد عنه أبدا، سواء كان ذلك خلال عملي في الصرافة أو في مجالات الزراعة أو الصناعة أو في مشروع الدواجن. أنا أول من يأتي إلى مكان العمل وآخر من يخرج منه، ولا بد أن يكون صاحب العمل مهتما بعمله. وأول ما أسست شركة الراجحي كنت أخرج من المنزل قبل الفجر والساندويش في جيبي، وأدخل مكتبي قبل الموظفين بساعتين وأبدأ أعمل حتى كونت صروح التجارية وأرسيت قواعدها. يضيف الراجحي: إن رأس الإنسان هو كمبيوتر، إذا ما استخدمه في التفكير الجاد والعمل الدؤوب، وللعمل قنواته مفتوحة أمام الجميع تنتظر من يلجها. تعلمت من الراجحي أن الصدق والأمانة والعمل الجاد والسعي هي مفاتيح النجاح، وأن المدير المميز هو الذي يشكل قدوة للموظفين من حيث الالتزام والإخلاص العمل وحب المهنة. هذه الأمثلة التي ذكرتها هي جزء من الكثير من الأمثلة التي نستطيع الاستشهاد بها لإثبات أنه لدينا قصص نجاح كثيرة في عالمنا العربي ومن عالمنا العربي. فلماذا لا تكون قصة النجاح التالية هي قصتك أنت وقصتك أنت؟ بهذا يكتمل عقد محاور النجاح 6. في القسم القادم والأخير نحاول أن نستكشف ما هي أهم العوامل التي تساعد في تطبيق تلك المحاور واقعاً في حياتكم. ابقوا معنا في القسم الأخير من رحلتكم نحو النجاح بإذن الله تعالى.